البرهان والحلو يوقعان إعلان مبادئ لاستئناف التفاوض. النيابة العامة تقيد دعوى جنائية في مقتل الطالبة سماح. السودان يوقع اتفاقا مع البنك الدولي لتسديد ديونه. تعليق اشتراك سودانير بإياتا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أحداث السودان من قناة السودانية 24، حيث أعلن رئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية أن رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو سيوقعان غدا الأحد إعلان مبادئ بين حكومة الفترة والحركة. ويشهد عليه رئيس الفاكير ميرديت رئيس جمهورية جنوب السودان وراعي محادثات السلام السودانية. أوضح مستشار رئيس دولة جنوب السودان لشؤون الأمنية تود جلواك أن لجنة الوساطة ستقوم مباشرة عقب توقيع إعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف التي قال إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات. أكد المستشار تود أن خارطة طريق السلام بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال باتت واضحة، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة شمال قطع أشواطا متقدمة في إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ. وبشر تود الشعب السوداني باقتراب اكتمال عملية السلام في السودان، واستبقى رئيس مجلس السيادة ورئيس دولة جنوب السودان المباحثات بعقد رئاسية بين البرهان وسلفا كير ركزت على عملية ترسيخ السلام في البلدين. واستعرضت القمة بصورة أساسية التطورات الخاصة بعملية استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو. خط السلام بين الحكومة والحركة الشعبية بيه خط واضح وتواصل، ونحن نبشر شعب السودان وحركة شعبية، لأنه الآن الناس وصل للتفاهم الأكبر، لأنه جاء رئيس الدولة بنفسه ويتقى بسيد عبد العزيز حدم حلوة والتفاهم، لأنه ما في خيار غير السلام، والأفضل الشعب السوداني بناشد بسلام، عشان كده أمنيات على السلام، عشان كده جاء رئيس مجلس السيادة عشان يقود الوفد الحكومة وعشان يوصل لاتفاق مع عبد العزيز بعدها يجي وبدو تفاوض يواصل في جلسات مع اخواننا في الحركه الشعبيه. نحن ان شاء الله بكره صباح الساعه 10 يكون في توقيع في قاعه الهريه في جوبا. كان الحجز الاول انتم كان عارفينه كان الى غدين بالمانيه دوله وفصل الدين على دوله، وده حصل فيه تفاهم. وللمزيد ينضم الينا استاذ حسين سعد لكي ينير لنا عدد من الاشياء في هذا الملف. اهلا بك استاذ حسين ومساء النور عليك. والاعلان عن التوقيع بالمبادئ، هل يمكن القول ان الخطوه قد نجحت في ازابه الجليد بين الحكومه والحركه الشعبيه؟ نعم، اهلا بك واهلا بالساده مشاهدي سودانيه 24. هذه الخطوه خطوه كبيره جدا كما قال المستشار تود جلواك، وحقيقة ظل الوفد التفاوضي للحركة الشعبية شمال منذ حوالي العام هو موجود في جوبا، لم يغادر جوبا التزاما باستئناف المحادثات، ولكن ظلت الجهاز التنفيذي أو الحكومة الانتقالية نحن أهدرنا وقت طويل وثمن غالي جدا في أننا كان مفروض نكون طوينا الملف بتاع السلام في وقت مبكر. وحقيقة في هذه الفترة انخرطت الحركة الشعبية في شغل كبير جدا فيما يتعلق بين المكونات التي تقطن في جنوب كردفان، القبائل أصحاب الأرض والقبائل الرعوية المكونات الموجودة هناك، وتم التفاهمات بشأن قضية المراحل والمسارات. وكذلك في الأسبوع الماضي ذهب وفد كبير جدا وتم الاتفاق على إعلان مشترك ما بين يقوده الناظر الصادق عز الدين الحريكة
مع الحركة الشعبية الشمالية. فهذه الخطوات من شأنها أن تدعم التعايش السلمي بين مكونات الإقليم وبين الشعب السوداني، وده نحن محتاجين له، إنه التبشير بالسلام وبالتعايش السلمي. طيب أستاذ حسين، ما هي الأسباب التي دفعت الحركة الشعبية لهذا التحول المفاجئ؟ هي حقيقة موقف الحركة الشعبية من خلال متابعتنا له ظل موقف واضح وثابت، والحركة الشعبية ظلت تؤكد على ضرورة أن تخاطب قضية السلام من جذورها، وهي يعني أصدرت السكرتارية البحوث والتدريب في الحركة الشعبية عدد من الكتب شرحت فيها موقفها، وأيضا نظمت عدد من الفعاليات إذا كان في الخرطوم أو في المناطق التي تقع تحت سيطرتها لتنوير الناس بالاتفاقات السابقة، بما فيها الاتفاق المشترك الذي وقع ما بين الدكتور عبد الله حمدوك والقائد عبد العزيز آدم الحلو في سبتمبر الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. نعم. واليوم شفنا الوفد الكبير جدا القائد السيد الفريق أول رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقابلته للقائد عبد العزيز آدم الحلو، وبكرة الصباح سيتم التوقيع على الإعلان المبادئ. فهذه خطوة كبيرة جدا تجد الدعم من كل السودانيين، لأن كل المواكب بتاعت الشفاتة والكنداكات والمذكرات التي سلمت في للجهات المعنية إذا كان مجلس الوزراء وغيرها تطالب باستكمال عملية السلام. ماذا عن عبد الواحد محمد نور؟ بالرغم من أنه أبدأ استعداد للتفاوض من الخرطوم، لكن ذلك لم يحدث. الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور كان في جوبا وقابل الرئيس الفاكير مياردين، والأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور عنده يعني طارح فكرة السلام من الداخل، وهو عنده رأي أو رأي واضح جدا ما متسوس في اتفاق جوبا، قالوا مرارا حتى في تصريحات اليوم وأمس. والأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور ينتظر في الفترة الجاية أن يتم التبشير بمبادرة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور لاستكمال السلام من الداخل، وهذه المبادرة تضم عدد من رجال الإدارة الأهلية ورجال الدين والمثقفين. طيب باعتقادك أستاذ حسين، ما هي أبرز العثرات التي توقف بسببها التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو؟ حقيقة كانت هنالك ورش تفاوضية، هذه الورش انتهت، وفي يوم الأخير لإعلان توصيات ما توصلت له، والورش دي كانت معنية ما يتم الاتفاق له حول القضايا محل الخلاف يتم اللي بيتفقوا عليه يرحل إلى جلسات وطاولة التفاوض. وفي اليوم الأخير تم نسف هذه الورش التفاوضية وعدنا إلى المربع الأول. الآن نحن من الوقت ذاك في أكتوبر الماضي ولحد الليلة السودانيين أهدروا زمن كثير جدا وفرصة ثمينة جدا لنا لمعالجة قضية التعدد والتنوع في السودان، لأنه بسبب ده نحن انخرطنا في حروب من جولتيت 1955 لحد يوم الناس هذا. فلذلك هذه خطوة كبيرة جدا يجب أن نغتنمها ويتم التبشير بها. وأنا جاي لهنا يعني اطلعت على البيان التصريح الصحفي من إعلام المجلس السيادي، وده خطوة كبيرة جدا. والآن أنتم عندكم في السودانية 24 هو خبر رئيسي، ولكل السودانيين يعني التواقين للسلام لأنه انضاقوا ويلات الحرب ويلات التشرد والنزوح. نعم، هناك دلالة واضحة لمرافقة وزير العدل لرئيس مجلس السيادة في هذه المرة؟ نعم، دي فيها رسالة كبيرة جدا وواضحة، لأنه ما يتم الاتفاق عليه في نقاط، وأنه سيد وزير العدل قاعد لتجهيز الإعلان إحكام السياقة القانونية والفنية لإعلان المبادئ. هنالك أيضا في المستشارين في الحركة الشعبية الذين أصدروا من قبل كتاب المبادئ فوق الدستورية، مولانا عثمان سلامات والنور إدريس شالوم، وكذلك المواكب التي جابت المناطق التي تحت سيطرة الحركة الشعبية، وإذا حتى هنا العاصمة وبعض الولايات. فلذلك الشعب السوداني العمل ثورة كبيرة كان مهم له بجانب العدالة والقصاص من قتلة الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين هو استكمال عملية السلام. ولذلك تابعنا أيضا في الاجتماع
المغلق لمجلس الوزراء اللي كان يومي 25 ايام 25 و26 و27 توصل لعدد من القضايا العاجله ذات الاولويه ومن بينها كان موضوع استكمال السلام، فهذه خطوه كبيره جدا. طيب بحديثك هذا الاخير تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بين الحكومه الانتقاليه وبين الحلو وكذلك عبد الواحد محمد نور قريبا؟ نعم اتوقع ان يتم هذا استئناف المفاوضات في بحر في الشهر القادم، لانه نحن هسه في اواخر مارس وعندنا الديفيد ده فيه دلالات كبيره جدا. مارس وابريل عند السودانيين ارتبطت بالمقاومه وبالثوره وبانتفاضه 85 وانتفاضه ثوره ديسمبر الظافره، فلذلك اتوقع ان يتم ده كله في ابريل. ليه؟ لانه نحن ايضا في منتصف ابريل القادم بحل علينا شهر رمضان، وايضا هناك قضايا عندها علاقة ب يعني التجهيز للمؤتمر بتاع المانحين اللي حيكون في باريس في مايو في 7 مايو القادم. طيب أستاذ حسين، في الآونة الأخيرة عقدت الكثير من الورش حول فصل الدين عن الدولة في الفترة الماضية، إلى أي مدى تجسر هذه الورش لمسألة الوصول إلى اتفاق؟ حقيقة هذه الورش ظلت تنعقد وكانت يعني خطت الناس في أرضية كبيرة جدا. ليه؟ لأنه يعني يجب أن يكون يغيف الدين مسافة واحدة مع كل المواطنين، وأيضا عدم الاحتراف بالتعدد والتنوع زي ما قلنا في البداية كان هو واحد من الأسباب التي أدت للاحتراب. ولذلك قبل لما نشرت للكتاب المبادئ فوق الدستورية الذي أصدرته الحركة الشعبية كان بمثابة حجة للآخرين الذين يروا في موقفها موقف متزمت لإقناعهم بالحجة، وعملت الورش لمناقشة هذه القضية، القضية الهامة والقضية التاريخية، وأيضا عقدت لقاء مع المثقفين والمفكرين وقادة الرأي العام في قبل عامين أيضا هنا في الخرطوم. ومن المنتظر أن ينخرط الشعب السوداني التواق للسلام في التبشير بالسلام لدعم ما يتم التوصل له بكرة، وأيضا الخطوات الجريئة التي قام بها الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور الكاتب والصحفي والمحلل السياسي أستاذ حسين سعد. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. أكد نائب الأول رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دجلو دعمه لتحقيق التحول الديمقراطي وتعزيز وحدة الصف الوطني ووسط الأمن والسلام، وحذر خلال مخاطبته تأبين العمدة الهادي عبد الرحمن بمنطقة أم تكال بولاية النيل الأبيض مما سماه سعي بعض السياسيين وأصحاب الأجندة إلى بث النعرات القبلية والعنصرية بين الناس عبر الترويج لخطاب الكراهية وعدم قبول الآخر، وشدد على ضرورة تعزيز التعايش السلمي بين مجتمع الولاية، وأشار إلى أهمية العمل المشترك لتنفيذ اتفاق السلام وتحقيق مطلوباته. وفي الأثناء تكفل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بتحقيق مطالب المواطنين بإنشاء ترعة بطول 25 كيلومترا وتوسعتها إلى جانب بناء مستشفى بالمنطقة. أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور الهادي إدريس رغبة السلطات في فتح حوار مع أهل ولايتي نهر النيل والشمالية حال رأوا في اتفاق جوبا إجحافا، وأكد استعدادهم لفتح حوار جديد لبناء السودان المتنوع. وأكد خلال مخاطبته لقاء الإدارة الأهلية وقوى الحرية والتغيير بدار ناظر عموم الجعليين بمدينة شندي أن أمام السودانيين فرصة تاريخية لمعالجة أخطاء الماضي بحسن إدارة التنوع رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وشدد على ضرورة عدم السماح بفقدان أي جزء عزيز من الوطن مرة أخرى من خلال ابتدار ثقافة جديدة عبر الاستماع لآراء المواطنين والجلوس معهم في مناطقهم لوضع أساس لعقد اجتماعي جديد لبناء السودان الذي يحلم به الجميع. وضع عضو مجلس السيادة إلى محاربة الخطاب العنصري والجهوي والمحافظة على وحدة وتماسك السودان. نحن نبني وطن، يعني نضع أساس لعقد اجتماعي جديد ودل بأسس لنا الوطن الكبير اللي اسمه السودان اللي بنحلم به إنه يسئنا كلنا، بس السودان ده يجب إنه ما نسمح إنه تاني أي جزء عزيز من هذا الوطن إنه تمشي بعيد. السودان ده يجب إنه
السودان ده يجب انه تبقى سودان وكل اخليم السودان ده انا الاخليم الشمالي انا بعرف نهر النيل انا بعرف نهر النيل وزرت الولاية زمان لما انا كنت طالب وبعرف وانا شايف انه برضو لسه ما في تنميه كثير كده قبل 18 سنه انا قاعد بقول الكلام ده. قال عضو مجلس السيادة الطاهر حجر إن تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية يمثل حقوقا طبيعية للمواطن يجب أن تتضافر كافة الجهود لتوفيرها. واستمع خلال لقاء نوعي بجامعة المناجل ضم ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات والحرفيين والغرف الصناعية والخيرين وأعضاء تجمع قوى تحرير السودان وإدارة جامعة المناجل إلى شرح مفصل حول المشكلات التي تواجه محلية المناجل بصفة عامة خاصة في مجال المشروعات الخدمية والتنموية. وأكد اهتمامه بقضايا معاش الناس وتعهد بالسعي إلى إيجاد معالجات بشأنها وأشاد بالدعم المتواصل الذي ظل يقدمه الخيرون وأبناء المنطقة لكافة المشروعات ومعالجة القضايا التي تهم إنسان المنطقة. قالت النيابة العامة السبت إن نتائج تشريح جثمان الطفلة سماح الهادي التي توفيت قبل أسبوع في منطقة الصالحة بمدينة أم درمان أكدت مقتلها بطلقات نارية. وأوضح بيان النيابة أن تقرير الأطباء أكد أن الوفاة نتجت عن طلقات نارية اخترقت واحدة منها الصدر وأدت إلى تهتك الرئة اليسرى ونزيف دموي شديد، وأنه بموجب النتيجة قيدت دعوى جنائية تشمل تهمة القتل العمد، وألقت الشرطة القبض على متهمين من دون أن تسمهم. وتوفيت سماح الهادي إبراهيم 13 سنة يوم الجمعة الماضي، وذكرت أسرتها أنها توفيت نتيجة عبثها بمسدس يخص والدها، وتم دفنها دون تشريح جثتها، لكن شكوكا كبيرة دارت حول رواية الأسرة، ورجح البعض تورط والدها في قتلها. دعت منظمة مهتمة بحقوق الطفل إلى فتح تحقيق حول الواقعة قبل أن يأمر النائب العام تاج سير الحبر بنبش الجثمان، وكلف فريقا من الطب العدلي بتشريحه. توفي المدير التنفيذي لمحلية حلفا إسماعيل بلال بعد أن تسبب سوء الأحوال الجوية في غرق مركب تابع للقوات البحرية في عرض بحيرة النوبة. وأكد مدير جمارك حلفا وعضو لجنة الأمن العميد تاج السير أحمد عثمان أحد الناجين أن هناك نحو 3 من المفقودين، هم مدير شرطة المحلية ومدير استخبارات الجمارك وأحد أفراد استخبارات الجيش. وأوضح أن المركب كان يقل أعضاء لجنة أمن الولاية وهم في طريقهم إلى أرجين لاستقبال الوفد الاتحادي الوزاري برئاسة وزيرة الخارجية، وتعرض لعطل مفاجئ حيث تقرر العودة لارتفاع الأمواج في وسط البحيرة، وأثناء العودة انقلب اللانش. وأشار العميد تاج السير إلى نجاة 6 أفراد فيما يجري البحث عن مفقودين. أكملت الدفعة الأولى من مصابي ثورة ديسمبر رحلة علاجية بجمهورية مصر العربية استمرت زهاء الأسبوعين. ونقل منسق اللجنة الفنية لمعالجة مصابي ثورة ديسمبر محمد عثمان حسين عن رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أن قضايا مصابي الثورة من أهم أولويات الحكومة الانتقالية، وأشار إلى أن قضايا المصابين تشمل العلاج بالداخل والخارج والدعم الاجتماعي والتعليم فضلا عن رعاية أسرهم، مضيفا أن جهود اللجنة ستستمر، وأنه إضافة إلى جمهورية مصر ستشهد الأيام القادمة سفر ما تبقى من مصابي الثورة المجيدة إلى الهند وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. دخل الاعتصام المفتوح للجان مقاومة محلية الطويشة بولاية شمال دارفور يومه الرابع للمطالبة بمعالجة ما وصفوه بالتردي المريع الذي تعاني منه المحلية من الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمات المياه والصحة. وطلب ممثل لجان مقاومة محلية الطويشة عمر إمام عز الدين خلال
قراءته مطالب المعتصمين ولولاية شمال دارفور محمد حسن عربي بالتدخل العاجل لإنفاذ أو لإنقاذ المحلية، مما وصفه بالتردي والانهيار الكامل الذي حدث للخدمات الصحية بالمحلية. وأشار إلى أن المستشفى الريفي الوحيد والوحدات الصحية التابعة لها باتت عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية للمرضى الذين يترددون عليها بسبب عدم وجود الكوادر الطبية الكافية، علاوة على عدم وجود معمل طبي حديث لتشخيص الأمراض، إضافة إلى انعدام الأدوية بصورة كاملة. ولخص عز الدين المطالب العاجلة للمعتصمين في ضرورة إيفاد أطباء اختصاصيين في مجال النساء والتوليد والأطفال، وإيفاد فنيين لقسمي الأشعة والمعمل، وتوفير معمل حديث، إضافة إلى توفير عربة إسعاف مجهزة لحالة الولادة المتعثرة. دعا ناظر عموم البني عامر علي إبراهيم إلى إرساء دعائم التعايش السلمي في جميع ربوع السودان، وعدد لدى زيارته زعيم المحاميد موسى هلال على رأس وفد من رموز وأعيان الشرق لتهنئته على إطلاق سراحه الروابط المشتركة بين جميع المكونات الاجتماعية في السودان، وشدد على ضرورة إبعاد السياسة من عمل الإدارة الأهلية. فيما قال الشيخ موسى هلال إن حكمة الإدارة الأهلية في الشرق ستطفئ نيران الفتن، معلنا عن مبادرة يقودها حكماء الإدارة الأهلية من جميع أطراف البلاد. أشاد أمين عام حكومة ولاية كسلا الوالي المكلف الطيب محمد الشيخ بالمواقف الداعمة والمتواصلة من دولة الكويت حكومة وشعبا ومنظمات وجمعيات خيرية تجاه مجمل القضايا الخدمية بالسودان عامة وولاية كسلا بصفة خاصة. جاء ذلك لدى لقائه وفد منظمة صندوق إعانة المرضى الكويتي برئاسة دكتور محمد علي مدير إدارة الشركات والمشاريع بالصندوق، والذي أوضح أن الزيارة إلى ولاية كسلا تجيء بغرض الوقوف على العمل الصحي بالولاية عبر المؤسسات التي يقوم الصندوق بدعمها، والتي تشمل مستشفى كسلا الكويتي للأطفال ومركزي فاتو والحالنجا وسط محلية كسلا، بالإضافة إلى الوقوف إلى برامج التغذية الإضافية ب 39 مركزا بدعم من برنامج الغذاء العالمي بمحليات تلكوك وريف كسلا. فيما أكد الوالي دور الصندوق والخدمات التي يقدمها عبر قطاع الصحة، مشيرا إلى حرص واهتمام حكومة الولاية باستمرارية الشراكة مع الصندوق في مختلف البرامج. كشف المدير العام للهيئة العامة للأثار والمتاحف عن جملة من التحديات تواجه عمل الهيئة، أبرزها التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، والنقص في كل من الكادر البشري والمدرب والدعم اللوجستي. وأكد المدير العام للهيئة العامة للأثار والمتاحف حاتم النور خلال لقاء تفاكري نظمته الهيئة بالمتحف القومي حول تعديات وتحديات الأثار، سعيه لإيجاد حلول كلية للمشكلات التي تعترض عمل الهيئة. قالت جامعة البيان للعلوم والتكنولوجيا إنها نفذت عددا من البرامج الاجتماعية والتوعوية في إطار المسؤولية الاجتماعية، وذلك عبر برامج مكافحة فيروس كورونا والتصدي لآثار السيول والفيضانات بالتعاون مع لجان المقاومة في منطقة الجريف غرب. وأكدت مديرة الجامعة نسرين بشير عثمان خلال حفل استقبال الطلاب الجدد استمرار المؤسسة في تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية في مجال الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي لتنمية روح البذل والعطاء والانتماء لدى طلبة ومنتسبي الجامعة. وأشارت إلى مساهمة الجامعة في المسابقات ذات الطابع المجتمعي وحصدها العديد من الجوائز في مختلف المسابقات المحلية والعربية والدولية. نصحبكم في جولة سريعة بالاقتصاد بالحدث الاقتصادي بعد فاصل قصير.